تتعلق بمستقبل العدالة في بلادنا وفي شموليته. إن مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض في المسطرة التشريعية والمطروح للنقاش على المستوى العمومي والخصوصي ليس مجرد نص قانوني عادي، بل هو المحور الأساسي لضمان حقوق المواطنين وحماية مصالحهم. إنه بالفعل يشكل العمود الفقري للإجراءات القضائية ويمس بصورة مباشرة بحق التقاضي، وهو الحق الذي يكفله الدستور لكل فرد في هذا الوطن. لذا فإن أي تعديل أو تغيير في هذا القانون ينبغي أن يتم بعناية وحذر شديدين، لأنه سيؤثر على مسار العدالة في العقود القادمة. اليوم نناقش ما يثير الجدل الأوساط القانونية وما يعصف بالمحاكم والمحامين، بل ويثير القلق لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين. إنه مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على المسطرة التشريعية. إنه مشروع يحمل في طياته مجموعة من التغييرات التي قد تبدو للبعض إيجابية، ولكنها في عمقها ليست كذلك، إذ أنها تشكل تهديداً خطيراً للحق في التقاضي والولوج المستنير للعدالة ولمبدأ المساواة أمام القانون. أول هذه التهديدات يكمن في فرض الغرامات على من يرفع الدعوى بسوء نية، وهو أمر قد يبدو في ظاهره حماية للنظام القانوني من الدعاوى الكيدية، إلى أن الغموض في تفسير سوء النية قد يؤدي إلى تقييد حقوق الأفراد في اللجوء إلى القضاء خوفا من التعرض إلى الغرامات التهديدية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.